صباح يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا عايزه اقول لكم انا بصور حوالي الساعه 2 قبل السحور. بص، انا كنت بعمل بغسل وشي وخلصت الحاجات اللي ورايا، وقلت بقى ايه اطلع اعمل لكم الماسك. انا بص، انا حاطه على وشي سكراب اصلا. السكراب ده انا اول مره اجربه، لسه هقول لكم نتايجه معايا لو طلع جميل او لا. بص، هو ده الماسك، قصدي السكراب، هو ده. هي هدير مهدي اتكلمت عنه قبل كده، بس انا بصراحه لاول مره اجربه، وجبته على اساس ان هي اتكلمت عليه، فانا لسه هجربه وهقول لكم رايي فيه. وهو يا بور، بس انا حاطه بقالي حوالي 2 دقيقتين بس في شويه كده، وهبقى اشيله، بس خلي بالك ما يخشش جوه العين عشان بيحرق. وريحته جميله جدا جدا، مكتوب مكشر الذهب، شايفين ده؟ انا جبت بحوالي 75 جنيه، مكتوب عليه سكراب جولد سكراب. طبعا مش هتكلم عليه لان انا لسه اول مره استخدمه، من الاول اول مره استخدمه، مش هتكلم عليه لان ما لسه ما اعرفش حاجه. بس انا سايباه على بشرتي شويه، وبعد كده هعمل حركات دائريه، وبعد كده بقى هقول لكم الماسك اللي انا كنت ناوي اعمله، بس قلت اطلع اعمله معاكم. احنا في شهر رمضان بشرتنا بتفقد رطوبه كتير قوي، فحاولوا ان احنا من اول الشهر نهتم ببشرتنا، نزود ماسكات شويه، نزود ترطيب اكتر، لان احنا بنفقد رطوبه بشرتنا كتير، وفي الاخر بنحس ان بشرتنا جافه، بشرتنا تحس ان هي ما فيهاش حيويه، ما فيهاش نضاره. ليه؟ لان احنا اكيد يعني الاغلبيه مش بيشربوا الميه الكافيه اللي هي 3 لتر من السحور، من الفطار للسحور، فما بيشربوش الكميه الميه الكافيه، فبالتالي هيأثر على بشرتنا، وبالتالي هتبقى جايه العيد عليكي وبشرتك هتبقى تحس ان هي بهتانه وجفت في الحياه. احنا عايزين ماسك، اي حاجه سريعه ترجع لنا حيويتنا، حيويه البشره تاني. بصي، ما فيش اي ماسك في يوم وليله هيرجع لك حيويه بشرتك، صحيت لو انت استخدمتيه 3 ايام متواصلين وبعد كده العيد. لا، بصي، حاولي من اول الشهر، احنا لسه في اوله، هو تاني يوم العيد، سوري، تاني يوم رمضان، حاولي تهتمي ببشرتك. احنا هو في تاني يوم، حاولي ان انت كل يوم ترطبي بشرتك كويس، زودي ترطيب، بالذات البشره والجسم، لان احنا بيبان علينا، بيبان على بشرتنا. لو انت كمان بتحطي ميك اب كتير، فوجئتي في شهر رمضان ما حطيش ميك اب، هيبان فعلا ان انت بشرتك تعبانه مرهقه، الناس واخده مش واخده عليك كده، او انت برضك مش واخده على نفسك كده. فحاولي ترطبي بشرتك كتير وجسمك، رطبي رطبي رطبي، واشربي ميه كتير، وكلي سلطات بقى، خضره والحاجات دي، لان هي فعلا هي الحاجات دي اللي هتظبط بشرتك كويس. تمام، عشان ما اطولش عليكم، الماسك اللي انا هعمله النهارده هو بمكونين واتنين بس، والاتنين دولت مفيدين جدا للبشره، وكمان بيحفزوا الكولاجين في البشره، وكمان بيزود لنا الترطيب، لان احنا محتاجين ترطيب، فحاولوا تعملوا ماسكات ترطيب. سيبكم بقى من ماسكات التفتيح والكلام ده، بس المنتج اللي معانا التاني ده ما بيفتح البشره وبيمنع البشره ان هي تتاكسد، وكمان بيخلي فيها حيويه ونضاره. انا اهم حاجه عندي بالنسبه لي مش تفتيح، انا اهم حاجه عندي بالنسبه لي ترطيب البشره، لان انا في شهر رمضان بالذات بشرتي بتقلب جافه، او بتحس ان هي ما فيهاش نضاره، وكمان بحس ان هي بشرتي، يعني بصوا انا طبعا من غير ميك اب، بس بحس ان بشرتي مش زي الايام العاديه. تمام، انا في الطبيعي بحب اشرب ميه كتير اصلا، بس ما بلحقش اخلص، يعني انا في الطبيعي ممكن اشرب 5 لتر ميه او كده، لان انا بحب الميه كتير، بس في رمضان يعني ممكن اشرب اقل من كده، لان انا ما بلحقش، يعني بحط الميه جنبي بس ما بلحقش اخلصها، فبيبان على بشرتي، وكمان مع المجهود ونصحى الصبحيه نعمل حاجات ومجهود علينا كتير، فالبشره تبقى جيتي في اخر يوم هتكسري تقومي تغسلي وشك. المهم، الاثنين اللي بقول لكم عليهم اللي هم المكونين اللي انا هستخدمهم بعد الاسكراب على بشرتي، اول حاجه هستخدم الزبادي. بصوا، انا الزبادي بالنسبه لي في شهر رمضان اول ايام العاديه بحسها جميله جدا، وبترطب البشره، وزي ما قلت لكم اللي انا بستخدمها كل يوم نص ساعه، يعني انا زي ما قلت لكم انا كده كده كنت هعمل ماسك من غير ما اطلع لكم، بس قلت لا انا هطلع معاكم واعمل اللي انا بعمله في طبيعتي يعني. تمام، فانا هاخد معلقه اهي، معلقه مش كبيره، على قد وشي. المنتج التاني اللي هي الخميره، الخميره فيها كولاجين وفيها فيتامينز كتير قوي للبشره، فانا هاخد معلقه، يعتبر معلقه صغيره. المنتج ده اختياري، لو عندك حطيه، لو ما عندكش خلاص عادي، هنكمل الماسك كده. بصي، وانا بحب، اللي متابعني عارف ان انا بحب زيت شجرة الشاي، وكمان لان هو كمان بيفتح البشرة، وكمان بيمنع البشرة من الاكسدة، وكنت متكلمة عنه في فيديو تاني لوحده.
اللينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن بوكس في صندوق الوصف يعني. في فانا هاخد نقطه واحده، لو ما عندكش الزيت ده وعندك فيتامين اي اللي هو الكبسولات حطي، بس انا هاخد نقطه حاجه بسيطه كده بس ايه عشان البشره تبقى مترطبه، لان زي ما قلت لكم بشرتي بتبقى جافه جامد جدا في رمضان، فاحنا عايزين على العيد نبقى ننور كده بشرتنا تبقى حلوه مش نبقاش فيها جفاف او اللي هي تبقى فيها تقشير. واحد لما يفتكر ان هو لسه هيحضر السحور مش هيخش ينام. بقلبه. بصوا بقى السكراب اللي انا احطه ده فيه حبيبات صغيرة حلوة، فانا هعمل سكراب كده خفيف. عادي مش لازم تعملوا سكراب قبل الماسك ده يعني، بس انا اي كنت جبته فانا اول مره افتحه انا لسه جايباه امبارح وقلت اجربه بقى. وانتوا بتعملوا اي سكراب حاولوا تعملوا الحركات الدائريه والفوق، ما تشدوش وشكم لتحت عشان ما يحصل لكوش ترهلات في الجلد بتاع البشره، وكمان وشكم يبقى مرهل كده اللي هو مش ماسك نفسه، فاهميني؟ العلاج بقى بتظهر من ايه؟ من السهر. من السهر يعني انا يعني احنا بنسهر كتير قوي في رمضان، فبتظهر نبقى عيون بنده كده. بصوا الهالات دي بتظهر لي لما بسهر يعني. انا في الطبيعي ما بيكونش عندي هالات كده كتيره، بس فعليا انا من الناس لما بمسك الموبايل كتير او السهر، فانا الاتنين دولت عاملين اساسيين جدا في رمضان. فبصوا شايفين هالات ايه بنده. طيب انا دلوقتي خلاص السكراب، انا بروح اغسل بشرتي بميه فتره. اي سكراب او اي ماسك انتوا تغسلوا بشرتكم بميه فتره. انا دلوقتي هغسل بشرتي بميه فتره وبعد كده نيجي نحط الماسك مع بعضينا واقول لكم هتحط ايه بعد الماسك وهسيبوه قد ايه. انا خلاص غسلت وشي السكراب. بصوا انا حاجه لاحظتها، حسيت برطوبه كده او نعومه، حاسه ان بشرتي ما شاء الله ملساء، فدي حاجه حلوه قوي لاحظتها في السكراب ده. دي اول مره زي ما قلت لكم يعني، ما اقدرش طبعا احكم عليه الا بعد كذا كم استخدام. بصوا حاولوا تنشفوا وشكم بمناديل او فلينه قطن، اللي هي فلينات القطن العاديه، بلاش يبعدوا عن الفوط والكلام ده، لان الفوط خشنه فبتجرح البشره وانت مش واخده بالك. وحاولوا عن طريق الطبطبه كده او المسح يعني، اهم حاجه بس المناديل تبقى حلوه. بس حاساه حلو يعني السكراب، حاساه حلو مبدئيا يعني، حلو مش وحش. في فرق في فرق. انا بحب اجرب الحاجات كتير قوي عشان اقدر ان انا احكم عليه. المهم فهاخد الماسك اللي احنا عملناه مع بعض. الماسك ده بقى احلى حاجه فيه ان انت ممكن تحطيه كمان على الهالات يعني، انا عاملاه عشان الهالات اللي عندي البنده والاسمرار اللي هو حوالين البق. انا من الناس اللي بيظهر لي اسمرار حوالين الشفايف في الشتاء، فصل الشتاء ما اعرفش ليه يعني، مع ان يعني الاسمرار ده يظهر في فصل الصيف مع اني بحط الصن بلوك، بس بيظهر لي انا في فصل الشتاء مش عارفه ليه، ممكن طبيعه بشره. حاولوا بقى في شهر رمضان ان انتوا تقللوا الميك اب يعني. انا من الناس اللي انا ما بحطش اصلا ميك اب الا في التصوير، انت متخيلين؟ بحط ميك اب بس في التصوير، او عارفين لو انا نازله بقى ايه يعني عند والدتي او كده في مكان بعيد، فاهمين؟ غير كده ما بحطش الميك اب. برضك هو انا من الناس اللي بعشق الميك اب، بعشقه جدا بحبه، بس جه عليا فتره بصراحه ان انا قلت يعني هبطل احط ميك اب والكلام ده بصراحه، ولسه ماشيه على النمط ده. لان طبعا مع السن طبعا بنفقد الكولاجين، بنفقد حاجات كتير قوي بشرتنا، فطبعا مع ان الميك اب بيزود طبعا علامات التقدم في السن والكلام ده، فانا قلت اقلله شويه، واخدته برضو كان
مللة من شهر 7 اللي فات، يعني داخله اهو في سنه، قربت يعني على سنه ان انا مقلله الميك اب نهائيا. يعني عارفين ان انا حرفيا انا كنت بشتري كميه ميك اب، ايه ده ايه ده اللي انا بعمله ده؟ لا الفتره دي فعلا ما بطلت اشتري ميك اب. حاولت ان انا يعني اقلل الميك اب على قد ما اقدر، وحاولوا بجد هيفرق معاكوا جدا في البشره، وهيفرق معاكوا جدا، ما يطلعلكش تجاعيد كتير، وهيفرق معاكوا جدا جدا في ملمس البشره ذات نفسها، وهتحسوا يعني ان بشرتكم فيها بدات تتنفس فيها حيويه اكتر، طبعا مع الاهتمام بيها مش لوحدها. يعني مش توقفوا الميك اب وتسيبوا بشرتكم كده من غير تطيب ومن غير غسولات والكلام ده، لا. بس انا فعلا جايه الفتره دي بجرب غسولات جديده، وبجرب ترطيبات، بجرب مرطبات، يعني بجرب حاجات جديده، عشان ان شاء الله ان شاء الله قبل العيد هطلع اقول لكم سواء حلوه ولا وحشه. ماسكه على بشرتي كلها طبعا، ما تنسوش الرقبة، انا هحط على رقبتي وكده. بس لما اخش الحمام بس كده بسيبه حوالي تلت ساعة. بصوا انا بعمل الماسك ده مش هقول لكم يوميا، بس زبادي يوميا، لكن الماسك ده ممكن اعمله مرتين في الاسبوع مع الماسكات التانية، لان زي ما قلت لكم انا بحب ارطب بشرتي جامد جدا في رمضان، وبقلل الميك اب عشان بشرتكم في العيد تبقى فيها حيوية ونضارة. بس كده دلوقتي الساعة 2:10، بصوا الساعة 2 وداخله 10، تمام. فانا هشيل 2:30، يعني حوالي تلت ساعه عشان اخش احضر السحور. بس كده هسيبه على بشرتي، وبعد كده هرجع اقول لكم انا هحط ايه بعد الماسك. طبعا ملحقتش احطه على رقبتي لان خرجت اتفرجت على مسحراتي وبيخبط، بحب قوي ان انا اتفرج على مسحراتي، فما حطيتش على رقبتي. فدلوقتي خلاص، بصوا حاولوا ما تسيبوش ينشف، يعني حاولوا ما تسيبوش ينشف. لو حسيتوا قبل الميعاد ان هو قرب ينشف، لا ما تسيبوش ينشف، بيعملوا كده حركات دائرية، شايفين؟ انا حسيت انه نشف لان انا كنت واقفه في الجو الساقعه، فقلت لا الحق. لما بحط ماسك واحط عليه اي زيت من الزيوت اللي تنفع للبشره، بحس ان بشرتي مرطبه. يعني ببص على الساعه عشان السحور، بحس ان بشرتي مرطبه، وغير طبعا لما بحط المرطب فبشرتنا بتبقى واخده الكم بتاع الترطيب الهايل بتاعها، يعني فايه ما تبقاش جافه. بص انا حاسه ان بشرتي اتشربت الحاجات، لان فعلا بشرتي اي حاجه احطها عليها هتشربها، لان بشرتي جافه جدا. بص انت لاحظت ان الماسك اختفى، بس انا لسه حاسه بلزوجه على بشرتي من الزيت، بس انا مش حاطه زيت كتير. يعني بصوا الماسك اختفى، اختفى تماما، انتوا متخيلين؟ طيب دلوقتي هروح اغسل بشرتي وهقول لكم انا هحط ايه بعد ما اغسل بشرتي. خلاص غسلت بشرتي، بصوا بقى اول حاجه هستخدمها اللي هو كريم تحت العين ده، مرطب اتكلمت عنه فيديو قبل كده، اللي هو ايفا كولاجين. حاضر، احضر السحور، حاضر. النوتي تقول لي يلا خلص عشان عايزة تاكل، عشان هي بتصوم اول رمضان تصوم، تمام. انا كده حطيت المرطب تحت العين، هو ده. بصوا بقى، ما بقيني ان انا السيرم بتاعي خلص، وكمان مش متاح ان انا اجيب سيرم دلوقتي، فانا بخلط حاجتين مع بعض، بخلط اللي هو زيت شجرة الشاي ده مع البيبنسين، لان انا بشرتي بتبقى محتاجة ترطيب عالي بالليل بالذات. بصوا انا اخدت دي وهفردها على بشرتي كده، تمام، عشان بشرتي بصوا بس كده، حتى الزوايد اللي في ايدي دي انا هشيلها.
عايزه اقول لكم لو انت حتى بشرتك دهنيه لازم ترطبي بشرتك، يعني لو بص ظاهر لي حبوب اهي، بس زيت شجره الشاي اصلا معالج للحبوب، يعني عادي، يعني لو عندك حبوب عادي حطي، ما تقوليش لا انا بشرتي كده كده اصلا مرطبه لوحدها بسبب ان انت بشرتك دهنيه، لا بص انا ببص كده بس عشان المرايه. طبعا ما تنسوش رقبتك رطبوا، اهم حاجه الترطيب، احنا بنستغيث. عادي ممكن ترطبي برضك شفايفك، جاي لو اخش على السرير وانام وحد يحضر لي السحور منيت حياتي. احنا بنجاهد بنجاهد. تمام كده، الزيت بقى هحطه على ايدي، يلا نخش على المطبخ نحضر السحور. انا كده خلصت بشرتي، خلاص خلصت اهتمام بنفسي، هم النص ساعه اللي انا محددهم لنفسي، لازم تحددوا زي ما قلت لكم نص ساعه كده لنفسكم في اليوم او حاجه بسيطه، يعني نص ساعه تدلع فيها بشرتكم قبل النوم. بس كده انا خلصت، خش بقى على المطبخ يلا. متنسوش اللايك يا حبايبي، وتشتركوا في القناه لو انت اول مره تشوفيني، وطبعا علامه الجرس عشان اي فيديو انزله يجيلك على طول. بحبكم كتير، باي باي.